أمورهم برنامج حواري يعنى بالشأن العام، فيه نسلط الضوء على مشاغل الجهة والمواطنين نبحثوا عن الحلول. من دار داركم مرحبا بكم مستمعينا، توا نص نهار و15 دقيقة على موجاتنا 100.9 وعلى موقعنا راديو نفزاو .net. معكم وجدي حويتة ورانيا بن نور، مرحبا بك رانيا. مرحبا وجدي عادي. وصبرا بن مرزوق، مرحبا بك صديقتي. مرحبا بك وجدي، أهلا بك رانيا. أهلا صبرا. أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي. إذاعة نفزاوة هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا كل سير السبت في الشهر من نص نهار لمدي ساعة في بث متزامن مع مندرة اف ام، دريم اف ام، عليسة اف ام وسليوم اف ام. البث باش يكون متزامن على جميع الإذاعات، ولكن كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. مواضيعنا اليوم تهمني وتهمك وتهمنا الكل كأهالي ولاية قبلي. المواضيع باش تكون إن شاء الله من المواضيع الشيقة في ولاية قبلي، وباش تكون مواضيع مهمة ياسر للشأن العام، وباش نناقشوا فيها المشاغل متاع مواطنين ولاية قبلي، ولازم المشكلة دي ديما نقولها حلول إن شاء الله في إذاعتنا دار داركم إذاعة نفزاوة. إذن عندنا موضوعنا الأول هو الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، باش نتناقشوا فيه مع رئيس إقليم شركة الكهرباء والغاز محمود إبراهيم. وفي موضوعنا الثاني برنامج الاستثمار البلدي التشاركي بولاية قبلي، باش يكون حاضر معنا في الإطار هذا رئيس بلدية قبلي السيد أحمد يعقوب. كما قلنا الموضوع الثاني هو برنامج الاستثمار البلدي التشاركي بولاية قبلي، لكن صبرا خلينا نبدأ بموضوعنا الأول وهو انقطاع التيار الكهربائي اللي هو من المواضيع الحارقة في ولاية قبلي. أيها وجدي، كما قلت انقطاع التيار الكهربائي من المشاكل الحارقة عندنا في قبلي، كل عام نعانوا منها في الصيف. وخرجنا للشارع وسألنا المواطنين شن هي رايهم في الموضوع هذا، وخلونا نسمعوهم مع بعضنا. نلقى من قصان الضوء على خاطر احنا خاصة في الصيف نمشو كمبين المكيف المروحة المياه البارد الضوء معناتها يعني ما نحملوش بلا ضوء. علاش يغلوا علينا هيك الضوء واحد على واحد ما يقصوا عليه ما يقدرش يخلص؟ يا رحمونا في الضوء ما يقصوش ولو رانا ما خلصناش، خاصة الصيف ولو ما قدرناش نخلصه نخلصوا في الخريف. يا اخوي احنا قص علينا الضوء كل نهار واحنا باللي سخونه تشعل، الواحد اللي عنده حنوت سلعته تفسد، يجيب صقصه دجاج يلقاها فاسده، يجيب دليع يقسمها يلقاها فاسده، واللي تجيه الفاتوره الواحد تجيه مليون، وين عاد الصيف والفاتوره وجميع هيك ياسر علينا راه بصراحه. بالنسبه لمشاكل قطاع التيار الكهربائي على مش معقول كل عام نفس المشكله، عام نفس الاسباب اللي عاودوا يقولوها مثلا المواطن على كتير مثلا في 54 الاخر كل صيف معناها قص الضوء قص الضوء قص مش معقول، معناها وزيد عندها تأثيرات معناها على الإدارات على التلامذة معناها بالخص برد الباك مش معقول، معناها تلميذ يعدي تقبل الباك ما نجموش نقارنوا تلميذ يعدي في الباك مثلا في بنزرت ولا في ناب، رغم اللي الضوء ما قصش عندهم معناها في الشمال معناها في الجنوب اللي هي مثلا قبلي تصنف منطقة صحراوية، معناها ما فماش إرادة سياسية مثلا المناطق الصحراوية اللي هي أربع ولايات تقريبا، علاش مثلا التعريفة نتاع الضوء ما تكونش في النص معناها يخلص شطار الضوء معناها في الصيف. كنا نسمع في آراء المواطنين، نتصور واضح معنا اللي فمك الاستياء من انقطاع التيار الكهربائي. إن شاء الله بش يكون حاضر معنا في الموضوع هذايا رئيس إقليم شركة الكهرباء والغاز بولاية قبلي سي محمود إبراهيم، وبش يزيد يفسرنا. حاضر معنا عبر الهاتف، مرحبا بك سي محمود. مرحبا أخويا ومرحبا بكافة المستمعين على موجات إذاعة نفزاوة. عايزك سي محمود. سي محمود، كنا نسمع في آراء المواطنين، لكن قبل الآراء متاع المواطنين شفنا فما استياء في ولاية قبلي من الانقطاعات اللي كانت صارت للتيار الكهربائي. شنو تعليقك سي محمود على آراء المواطنين؟ والله أنا ما كنتش نسمع برشا في آراء المواطنين، لكن نتفهموا معناها الاستياء معناها المواطنين والحرفاء متاعنا فهمتني ولا لا على الحدوث هذه الأعطاب. تعرف البريود اللي فاتت مرت قبلي بموجة كبيرة متاع السخانة، والموجة هذه أثرت معناها فهمتني على الريزو متاعنا. سجلنا 5 أعطاب رئيسية
على الجو على شبكة الجهد المتوسط معناها 30,000 فولت. الشبكة هذه تمثل الشريان الرئيسي لتزويد ولاية قبلي بالكهرباء، منهم زوز أعطاب على مستوى محطة بازمة، خاطر جابت برشا محطة بازمة معناها فهمت ولا لا، زوز أعطاب تم معناها التصليح، وثلاثة أعطاب تتمثل في اعتداء على الشبكة، معناها ثلاثة أعطاب زادة كبيرة تتمثل في اعتداء على الشبكة، معناها الأعطاب الأول معناها تراكس معناها حفرت على الكابل تحت أرضي المزود لمدينة قبلي معناها ضرباته. العطب الثاني معناها شاحنة معناها استخدمت معناها بعمود معناها عمود معناها حامل الكابل الرئيسي المغذي بين سوق لحد ونك. والحادثة الثالثة معناها فما شكون معناها معناها صارت عملية نتاع اختلاس معناها سرقة معناها كوابل نحاسية معناها بطول 900 متر. فهمت ولا لا؟ معناها ثم كيف نشوفوا معناها عملية تخريب معناها عملية تخريب هي معناها معناها ثلاثة أعطاب الكبار هما معناها في اعتداء على الشبكة وزوج أعطاب على مستوى محطة بازمة. وهذا بالنسبة لمحطة بازمة نعرفوا احنا بالنسبة للشركة التونسية الكهرباء والغاز أنا من 2015 معناها نابروفي معناها محطة جديدة متطورة في نويل ومعناها المحطة هذه مش تمكننا معناها باش يكون عندنا بوكو دي ريزيرف معناها بالنسبة للكوابل هذه معناها شكرا سي محمود. جست كما تعرف اللي في كل صيف قاعدين نعانوا منها يعني المشكلة هذه وقاعدة تتكرر مرارا وتكرارا، الناس قاعدين يحتاجوا، آخر مرة شفناهم في ستيك أصلا. دونك الأهالي اليوم يحبوا يعرفوا شنو هو سبب مواصلة انقطاع التيار هذه يعني. والله معناها بالنسبة احنا ساعين جهد ان ما تصيرش حتى انقطاع تجاه معناها نحيي جميع معناها عوان الشركة التونسية الكهرباء والغاز قليل قبلي على المجهودات الكبيرة اللي اعطوها واللي مازالوا معطينا في معناها في الظرف هذا متاع الوباء. كيف كيف راهو معناها مصلحة الصيانة وكذا تخدم 24 ل 24 به. بالنسبة تعرف انت كان ثم اعتداء على الشبكة انا هذا سي 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 معناها سي سي امبريفي معناها ما تنجمش معناها كيما يقولوا فهمت تتوقعوا هذا فهمت ولا لا. اكيد سي محمود الابراهيمي ما نرضوش احنا كولايه قبلي اي اعتداءات على شركه الكهرباء والغاز ونقدروا مجهوداتكم الكبيره، لكن سي محمود ابراهيم متساكني ولايه قبلي يسالوا شن هي الاستراتيجيه اللي تحضرها ستيك وبصفتك انت يا رئيس اقليم شركه الكهرباء والغاز شن هي الاستراتيجيه اللي قاعدين تحضروا فيها كل عام وتستعدوا بها للموجه السخانه اللي نعانوا منها في قبلي؟ بالنسبه لنا احنا سنويا نرصدوا قرابة 3 مليون دينار لصيانة الشبكة فهمت ولا لا؟ الصيانة معناها كان تلاحظوا لما ديما نعملوا بلاغات على انقطاع الكهرباء للصيانة نعملوا ديما في الصيانة هذيك معناها للشبكة متاعنا فهمت ولا لا؟ معناها الشبكة معناها واضح ولا لا؟ وبالنسبة للاستراتيجية متاعنا بالنسبة لنا احنا هذه الصيانة ديما تخدم هذيك استراتيجي نتاعنا بالنسبة لنا نحن فهمتني عندنا البوست هذه نتاع نويل اللي هي باش تحل المشاكل نتاع الكهرباء على كامل ولاية قبلي. اش معناها؟ معناها بطريقة أخرى البوست هذه باش يكون فيها معناها كثير معناها من تنجم نخرجوا منها بوكود معناها سي محمود كانت نجم تقول لنا وقتاش؟ وقتاش ان شاء الله باش تبدو تستعملوها هذه اللي في نويل ويحل لنا المشاكل؟ والله حاليا ما تعرف الناس كلها كان وقع تعطل للمشروع من 2017 اي التعطل هذا في منطقه الولاء اكزاكتومون اخرها معناها وقع اجتماع في الوزاره ما نكذبش عليك ما عنديش المخرجات نتاع الاجتماع هذا يمكن بعد العيد تو نشوف المخرجات نتاعو. ثم بوادر معناها نتاع حالة الأزمة فهمتني هذه اللي موجودة باش نجموا نكملوا نخدموا على روحنا بالتوجيه هذا. التوجيه هذا كان نبدو احنا اليوم مارس عام جاي تاع
تبدا حاضره ان شاء الله. سي محمود نقدروا مجهوداتكم اللي قاعدين تقوموا بها ونشكروا جميع العمله في ستيج، لكن حسب ما ذكرت لي فما معناتها بوادر نتاع حلحله هذا المشكل. كي انتم سي محمود قاعدين تحضروا فما استراتيجيات وعندكم يعني بوادر باش تلقوا الحل، علاش ما فماش تحسن ومانيش نلاحظوا فما تغيير سنوي؟ مانيش قاعدين نشوفوا النتيجه لهالبوادر والحلول. اش معناها البوادر اللي راهي حلول في بالنسبه للتعطل نتاع المحطه هذه؟ اما بالنسبه للشبكه نتاعنا، الشبكه نتاعنا حاليا اللي هي معناها الشبكه الجهد المتوسط، فهمتي ولا لا؟ الصيانه قائمه فيها من سبتمبر اللي فات. يعني نقصد بحكم انت يا سي محمود في الاول مع صديقي وجي قلت ما تسمعش ياسر في اراء الاهالي، فهي احنا من دورنا نوصلوا لك اراء الاهالي وبعض كلامهم. معناتها الاهالي اليوم يسالوا في ولايتك باللي يحبوا يعرفوا الى اي مدى الحلحله والبوادر اللي قاعده تقوم فيها ستيك، وقتاش نجموا نشوفوا على ارض الواقع ونلاحظوا انه فما تغيير، نحسوا ان فما تحسن والكابوس نتاع انقطاع التيار الكهربائي ما عادش نشوفوه. هو الانقطاع الكهربائي ديزون فهمت ولا لا، راهو ثم معناها دي بان فيجيتيف، لي بان هذا فيجيتيف انا غير متوقع، خاطر واحد كيف يعتدي على بتراكس انا ما تنجمش انت ما تسميش معناها فهمتي ولا لا جامي انه ما يقصش هذا، وخاطر الشبكه نتاعنا موجوده في الدومين بيبليك، والدومين بيبليك معناها ينجم يعرض للاغريسيون معناها الشبكه نتاعنا. هذه نقطه. النقطه الاخرى، ما المساعي اللي حلحله الامور هذه نتاع البوست نويل راهي على جميع المستويات، لجميع المستويات، حتى سلطات جهويه، سلطات بلديه، الستيغ، الاداره العامه نتاعنا، سلطه الاشراف، الكل ساعيين بحول الله باش نحلوا المشكل هذه. تحلحل المشكل هذه معناها بطريقه اخرى، معناها ما عادش يولي عندنا مشكل معناها نتاع انقطاع كبير نتاع كهرباء. شكرا شكرا لك سي محمود على تفاعلك معنا. ضيفنا كان حاضر معنا سي محمود ابراهيم رئيس اقليم شركه الكهرباء والغاز بولايه قبيلي. نخرج فاصل قصير ونرجع. امور تهمنا، برنامج حواري يعنى بالشان العام، فيه نسلط الضوء على مشاغل الجهه والمواطنين، نبحث على الحلول. رجعنا معكم مستمعينا في برنامج امور تهمنا على موجات اذاعه نفزاوة، وتو باش نمشوا للموضوع الثاني رانيا واللي هو برنامج استثمار البلدي التشارك. اكيد وجدي، موضوعنا الثاني هو موضوع مهم زادا كما موضوعنا الاول، ويستنوا فيه مستمعينا وديما في بيننا. اكيد نسمع مع بعضنا الريبورتاج ونرجعوا. برنامج الاستثمار البلدي التشاركي هو برنامج سنوي تتقاسم فيه كل الأطراف المعنية من مواطنين وجمعيات ومنظمات مع بلدية قبلي، وبالتعاون مع منظمة يوسايد. مسؤولية العمل التشاركي من إبداء رأي وتقديم مقترحات حتى المتابعة والمراقبة لكل الأعمال التنموية للجهة، كما تعبيد الطرقات، مشاريع الإنارة والنظافة وغيرها من المشاريع. المشروع انطلق في 13 نوفمبر سنة 2018، وانعقدت أول جلسة لقاء بين بلدية قبلي ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، وهذا في إطار إعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي 2019. في 9 ديسمبر 2020 انعقدت أولى جلسات النقاش للسنة، رغم الوضعية الوبائية بفضل تقنية التواصل عن بعد بين بلدية قبلي والجمعيات الشريكة، وهي هويتي، النور الرياضي، توريس وأثر. وتم تقديم عديد المعلومات من خلال تصريحات إعلامية حول التشخيص المالي والتقني والموارد المخصصة للبرنامج، كما تم التأكيد على مدى حرص البلدية على تسريع إنجاز الدراسات لأغلب المشاريع. واليوم في برنامج أمور تهمنا، وبعد أكثر من 7 أشهر نطرح السؤال، وين وصلنا في التنفيذ؟ وهل تم الإيفاء بالوعود اللي سمعناها منذ بداية السنة التو؟ إذن بعد التفسير اللي سمعناه سي أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي حاضر معنا، مرحبا بك سي أحمد. مرحبا، شكرا، يعطيك الصحة. يعيشك. دونك سي أحمد سمعت معنا الريبورتاج، نحب نسألك للعباد اللي تسمع فينا اليوم، شنو اللي نقصدوه بالبرنامج هذا، وهل أنه أي مواطن يعني فينا ينجم يبعث مقترح للبلدية، وكيفاش تصير العملية؟ هو كل سنة معناها البلدية تضع على ذمة المواطنين اعتماد مالي من ميزانية البلدية السنوية حسب تطور والميزانية، وأيضا يتم رصد اعتمادات أيضا من ضمن برنامج التشاركي من الدولة اللي هي يخصص اعتماده كاعتماد مشترك مع البلدية لتنفيذ مشاريع القرب، مشاريع معناها اللي يراها المواطن
هي أقرب لي بتكون صالحة. وانطلق البرنامج في سنة 2019 في طار 2018 تقريبا هي الانتخابات جت في النصف. ومعناها كل سنة ترصد اعتماد وتتطور هذه الاعتمادات حسب تطور الميزانية. 2020 الوباء من أثر ياسر على الميزانية ليش ما كانتش اعتمادات كبيرة ياسر، ولكن تقريبا البرنامج قد يتأخر ولكن ماشي في تقدم معناها متواصل. هذا هو تقريبا مفهوم البرنامج الاستثمار التشاركي. بالطبع المفهوم السلطة المحلية هي أن هي تشارك مواطنيها في اعتماد معين، مثلا نقول له البلدية خصصت 300,000 دينار لمواطنين معناها، ويتم التشخيص المالي والفني للمناطق أكثر تضررا، ويختار المواطنين بعض البرامج اللي هي تكون تجسد معناها مشاريع قرب. يعني نفهم منك اللي أي مواطن ينجم يبعث مقترح ويشارك معاكم هالبرنامج هذايا ويتطبق إن شاء الله. هو مش أي مواطن معناها بالتحديد، بالضبط كل المواطنين معناها. بالطبع هذا خلاف بين معناها في السلطة المحلية. المواطن هو يهم ياسر الشأن العام داخل الشأن العام، ويحدد التوقيت مثلا نقول وراه في سبتمبر باش ينطلق، مثلا القادم باش ينطلق التشخيص الفني والمالي من طرف الإدارة الفنية للبلدية، تعطينا المناطق اللي هي أقل تنمية ويتم تخصيص اعتماد مضبوط. نقول وراه منطقة ألف عندها 40,000 دينار يا مواطنين معناها فيش تختاروا التوجه المبلغ هذا باش ندرب أنفسنا المواطنين على التشاركية في صورة نقل الصلاحيات الكبرى، أن البلدية تصبح تتعود المواطن على اتخاذ القرار. مشكور سيد أحمد، ونعود نرحب بك معنا. سيد أحمد، اليوم الناس تسأل وتحب تعرف بعض لمثلة على المشروع هذا، كانت نجم تزيد تفهمنا وتفيدنا أكثر. بالنسبة لحنا تقريبا ملخص للعامين دوما اللي هم انطلقت فيهم 2019 و2020، ركزنا ياسر أغلبية المواطنين ركزوا ياسر على التنوير العمومي وعلى الحدائق وعلى الملاعب، معناها المناطق اللي ما فيهاش ملاعب. بالنسبة للملاعب اللي هم دخلت في المشاريع القرب اللي هي ما بقيمة 400,000 دينار اللي هو ملعب سعيدان وملعب جنعورة، اللي هو معناها تقريبا حاضر كملف إن شاء الله نهار سنين باش يهبط في منظومة العروض، وتأخر بفعل إضراب المهندسين. سيد أحمد سامحني، حسب مذكرة اللي فما ميزانية تصبت والميزانية تو موجودة اللي انت تو ذكرت هي 400,000 دينار، نحب نسألك هل المشاريع هذه اللي ذكرتها قاعدة تطبق، وهل فم منها يعني بديتوا تطبقوا فيها؟ لا، نحكي على مزوز ملاعب تو حاليا للإنجاز، معناها نعرف مين باش تهبط بطلب العروض خلال شهر، ثم خلال 3-4 أشهر باش يكون الملاعب موجودة. كان موجودة هي تمت الدراسات. إيه؟ وتأخرت الدراسات باعتبار إضراب المهندسين، وتعرف المهندسين المؤشر المضربين. حاليا تو عندنا الدراسة حاضرة اليوم الاثنين باش تهبط طلب العروض إنجاز الملاعب الرياضية بسعيدان وجنور. كان النجم سي أحمد نزيدو نفهموا هالي قبلي شوي، وين وصلتوا في هالإنجازات اللي ذكرتها لنا متاع الزوز ملاعب، ونتصور اللي هو ملعب من أهم المشاريع اللي يستحقوها شباب ولاية قبلي، يعطيكم الصحة على حسن اختيار المشروع هذا. هو ملعب في سعيدان. أيه؟ معنا نبشر أهلنا في جنورة وسعيدان أن يوم الاثنين هذايا بالذات باش نفتح طلب عروض لإنجاز زوز ملاعب، لأن الدراسة اكتملت. يعني الزوز ملاعب باش يكونوا في سعيدان، ولا يكونوا في منطقة ملعب في منطقة سعيدان. اي ملعب فوتاسي وملعب في جنورة ان شاء الله. يعطيك الصح سيد احمد. حسب المشاريع هذه اللي كنا نحكوا فيها تو والاستثمار الكل، البرنامج الاستثمار الكل، شفنا اللي الأموال كانت مرصودة، وشفنا اللي فما زاد تأخير في البرامج الاستثمارية بالنسبة البلدية قبلي، وفما حتى برامج تأجلت العام وعامين، معناها برامج 2019 إلى حد الآن في 2021 ما زاد ما طبقتش. حابين نعرفوا شنو هي الإشكالية في عدم تطبيق المشاريع هذه، وخاصة في المماطلة، معناها البرنامج متاع العام راهو يبقى حتى مدة عامين وثلاثة سنين. هي معناها مربوطة برصد الاعتمادات متاع الممول، مع تمويل بلدي وتمويل
حكومي البرنامج الاستثمار التشاركي. التأخير في رفض الاعتمادات أزمة كوفيد 2019-2020 مارس أخرت في رفض الاعتمادات وكادت أن لا ترفض الاعتمادات باعتبار توجه الدعوة نحو معناها الاعتمادات نحو الأزمة كوفيد، ولكن من حسن حظنا أن الدعم الآخر، لأن احنا كيف نقول ولو خصصنا مثلا 900 ألف دينار لبرنامج الاستثمار التشاركي 2019 منهم 400 ألف دينار له لزوج ملاعب والأخرين للمشاريع القرب كما نقاط التنمير كذا، إذا كان البلدية ساهمت مثلا ب 400 أو 500 ألف دينار والدعم ب 400 ألف دينار، إذا كان موقعش رفض الدعم باش يتغير البرنامج هذا، وهذا فيه مس من البلدية يعني غالبا نتفاوض مع سلطات لرفض هذه الاعتمادات. اكتملت الاعتمادات وجدت الأزمة نتاع كوفيد هذه اللي أخرت ياسر معناها خلقت أزمات حتى في كل البلديات، يعني توقعت الدولة أن فما معناها خلل ب 40% ميزانية البلديات، وهنا البلديات ديما تراجعنا في حسن حظنا أن البلديات اللي تأثرت فيه ولكن ما مستش المشاريع القرب. سيد أحمد وإن شاء الله عفوا سيد أحمد تتأخر المشاريع تتأخر مشاريع خير ما تكونش مشاريع غير موجودة أصلا في الأزمة الاقتصادية. سيد أحمد لكن شفنا اللي حتى الدراسات قامت بها بلدية قبلي وكل شيء كان حاضر وحتى الاعتمادات كانت حاضرة، مثلا نعطيك مثال المناطق الخضراء والتشجير بولاية قبلي ما شفناش إلى حد الآن تفاعل كبير وخاصة صيانة للمناطق الخضراء والمعنى المراعاة بالموضوع ذي الكل. هذا مثلا هنا باش نرجع هل أن فما دعم من الدولة؟ البلديات راهي عندها قدرات محدودة في ظل الجائحة دي، مثلا نعطيك سوق قبلي تأثرت البلدية ب 200 ألف دينار، فما نقص 200 ألف دينار كانت تحصل على 270 ألف دينار، حصلت كان على 70 ألف دينار، فما موارد نقصت برشا، بالتالي تأثرت الميزانيات. السلطات المركزية ما دعمتش البلديات، ما راعتش البلديات في أزمة الكوفيد، فقط تلتجئ لها للتعقيم وكذا بدون دعم. باش نقول له حقيقه المواطنين ان لم يقع دعم، والمناطق توسعت، البلديه توسعت 55 مره ولم نرى حتى مليم، معناها راي اشكاليه كبيره ما بين المركزيه والبلديه. البلديه مطالبه بتحقيق معناها وعود مواطنيها، والدوله انكرت وعودها بمراحل دعم اللامركزيه. سمعنا برشا أرقام في 2018-19 على دعم المناطق البلدية التوسع، كان بلدية قبلي اللي توسعت 55 مرة وضعف عدد سكانها، ولكن هذا ما يعنيش أن احنا ما نمشوش في خطة أخرى اللي هي بلديات اللي نمشو في 500 نقطة حاليا. المقاول سلم إذن بالتزود باش تنطلق في كامل مناطق التوسع، انطلقنا في 200 نقطة سابقة ووضعت في بلاصتها في كامل المناطق، تو حاليا فما 500 نقطة ليز إضاءة باش تحط في مناطقها في كامل مناطق التوسع، كل منطقة باش تاخذ حقها من التنويه. بالنسبة للحدائق حاليا تو بالنسبة نحن بالطبع في ظل الأزمة غيرنا في الخطة نتاعنا وعملنا دراسة، بالطبع وقعت لنا إشكاليات في العقار ديما، راهو احنا نرجو من المواطنين أن يعاونونا في العقار، لأن بعض المناطق ترصدت لها حدائق، اختاروا حدائق ولكن معناها مدونا بالعقار وبالتالي ما صحش العقار، رغم ان ازمه زاد عقاريه في البلدية. لكن الحدائق الاخرى سيد احمد سامحني على المقاطعه، اما قلت لنا فما جاتنا ياسر فلوس ومن مناطق معنيه، اذا كانت نجم تذكرنا الموارد هذه اللي جاتنا الماديه منين؟ لا ما جاتناش الموارد الماليه، ما عطوناش ماليا هم، يعني قلت دعم اللامركزيه دعم التوسع ما وقعش دعم اصلا. هني المركزية تتحمل هني السلطات المركزية هي اللي تتحمل المسؤوليات الكل، ومعناها بلدية قبلي خالية من المسؤولية هذه، على خطر سيد أحمد نحكو هني على العمل اليومي للنظافة وخاصة للمناطق الخضراء اللي نعود نقولها، واللي هي نحكو زاد على الأشجار اللي موجودة في الطريق في ترقاوة في ولاية قبلي الكل اللي ما شفناش عنا فترة حتى يعني. بالضبط كانت تكون منعدمة الصيانة، هذا هو سؤال بالضبط سياح مش منعدمة، فما معناها تقريبا 70 ألف دينار تم صيانة الطرقات الرئيسية، لكن مدى قدرات البلدية باش تعتني يلزم دعم من الدولة، لأن هي مرحلة انتقالية ما تنجمش تطلب مني أكثر من في ظل الأزمة هذه وكوفيد وتوجه البلدية نحو
معناها دعم قدرات الدولة في التعقيم وفي معناها تعرف معناها في خدمات المواطنين وخدمات المستشفى. عندنا برشا حاجات في ظلها وين تمشي وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلق عارف غلق الأسواق اللي غلق سوق فقط يوم يتكلف فيه 7-8 آلاف دينار صحيح خسائر كبيرة. يعني البلدية صحيح تنجم تتحمل معناها جزء من التأخير هذا ولكن راهو هذا من ظل الجائحة مش من ظل البلدية بحبات لأن احنا من مارس حتى الجويلية بريس ما خدمناش. مثلا نعطيكم مثال دراسة نتاع الملاعب دانو جنعورة اضراب بالمهندسين نبقى نتفرجوا الأصل هم ما يضربوش على البلدية. الآن سي أحمد هل تنجم تفيدنا كمدير بلدية وين وصلتوا مع رئيس بلدية نعتذر وين وصلتوا يعني في الوعود اللي نجموا نعطاها اليوم للأهالي بالتغييرات اللي نجموا يشوفوها بالنسبة لنا احنا في ظل الجائحة في ظل الظروف هذية عنا زوز ملاعب في طور باش يقع إنجازهم طبعا قريب العاجل ملعب جنورة وملعب سيدان عندنا 500 نقطة إضاءة هذه الوعد نتاع البرنامج استثمار الشركه باش يتم انجازه وعندنا الحدائق باش ننطلق في طلب العروض باعتمادات المتوفره حسب الظروف نتاع البلدي. يبقى معنا بالنسبه احنا بالنسبه لل معنا نقولوا احنا مشروع جوده الحياه نتاع الوزاره وكذا ما راهناش حتى جانا الوزير عديد المرات وعود راهي البلديات ما تنجمش وحدها كانت تدعم من طرف الدوله. ما وقعش دعم في الحدائق ما تنجمش البلديه تنفق على حدائق من لا شيء للصراحة. لكن تنجم توصل هي الصوت نتاع الاهالي للمناطق المعنيه للسلط لا نوصلوا احنا يوميا احنا جانا الوزير مرتين ما وعدنا وسجل حتى الوعد بانجاز بعض المناطق الخضراء وفهم شيء حتى اتصلنا اخيرا وما زالت عند الماليه ديما يحكوا ان الفلوس ما زالت عند الماليه ويحكوا على 8 مليارات لكافه البلديات بل البلد اللي تحق حدائق ووعود اخرى وما زالت المركزية تحكم راهو بالنسبة للبلديات احنا ما نارو كان ممكن لهين كان بالبلديات معناها الشمال معناها ما اكيد ها وجينا مرتين الوزير هو اخيرا مدة كانت هو كوفد حكومي نحن وفقوا لها صوت المواطنين ان احنا رانا ما عندناش مناطق خضراء راهي من البلدية ونحاولوا نلحوا زادة الطلب نتاعنا سي احمد نحاولوا نلحوا على الحكومه كما قلت جي الوفد الحكومي القبلي نحاولوا ديما نلحوا على الطلب نتاعنا ومدى احتياج ولايه قبلي للتسجير كما ذكروا اصدقائي. والله يعني انا قلنا نتصل براس تقريبا اسبوعين وجانا الوزير سيد الوزير مرتين وزير البيئه وجانا وزير سابق وعدنا ب 500 الف دينار لكاف كل بلديه وما رانا الا اختفت معناها ثم جانا وزير سيد وزير وعدنا عديد عندنا ما معناها المطب المراقب ما فهمش من الحكايه ما سمعنا شيء العقد الى حد معلق حتى واحد ما جاوبنا برشا اشكاليات كبيره اشكاليات المناطق الخضراء نحن نحتاج كمناطق داخليه وصحراويه لما دعم مناطق خضراء اللي عندهم مطر برشا عندهم مناطق خضراء هي طبيعيه مطر واللي عندهم مش مناطق صحراويه ما يفهمش دعم احنا نعمل في برنامج استثمار التشاركي المواطنين باش يكون عندهم 500 نقطة لات تقريبا في حدود 200 ألف دعم للحدائق ان شاء الله عن قريب تهبط معناها الابيل وبالنسبة للتنوير السابق تم تركيز تقريبا 352 نقطة لات معناها لات إضاءة 200 صوديوم و 152 لات والجزء الملاعب ان شاء الله يكون عن قريب. شكرا انت احمد. اذا كان تسمح عنيك الشابه يعني في ولايه قبلي اليوم النجم نقول لي فما مشاريع يعني تهم فئه الشباب كيما الملعب اللي في سعيدين ان شاء الله نهار الاثنين باش نفتحوا طلب العروض وملعب في جنعوره. هل انه يعني نجم نسال اليوم كيما المسمح البلدي اللي في تطاوين او غيره من المشاريع اللي تهم الشباب يعني فما مشاريع باش تتكتب في كراسه الشروط ان شاء الله عن قريب؟ لا مسبح موجود في الدراسه تو ان شاء الله مسبح في قبلي وممكن حدد المكان وقابلنا السيد وزير الشباب والرياضه موجود يعني ومبروك لقبلي المسبح البلدي العصري معناها متطور اكثر من 5 مليار القاعه المغطاه زاد بقبلي متعدد اختصاص 80% من الانجاز يعني ممكن شهر تحضر. كان النجم نعرف المكان المحدد للمسبح المسبح هو في ملعب مبروك حمادي مرحوم. اذا شنو سبب التعطيل يعني اللي هو موجود المسبح فيه؟ لا لا في الدراسات ما فهمش تعطيل ما حتى تعطيل ثم معناها مراحل تمر مرحله الدراسات ثم مرحله طلب العروض ثم
بالنسبه للقاع المغطاه في البناء تو حاليا تجي تزوروها في جنعوره بدي البناء لا بناء في مرحله 80% تو قربنا قريب تقريبا 90% معناها نجموا نستلموها خلال ايام قادمه. واضح سيد احمد هذه كبيره ووراها هي باش يكون ملعب البلدي اللي هو للجنعوره وعود ان شاء الله نروها على ارض الواقع وان شاء الله نروها تطبق. زوروا زوروا جنعوره باش تلقاو ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا ليك سيد احمد على حضورك معنا وعلى التوضيح وتو باش نمشي فاصل غنائي ونرجع معك. امور تهمنا برنامج حواري يعنى بالشان العام فيه نسلط الضوء على مشاغل الجهه والمواطنين نبحث على الحلول. رجعنا معكم في برنامجنا أمور تهمنا على موجة باش يكون موجود صورة الشعر على صفحتنا في الفيسبوك نفزاو اف ام وباش ناخذوا تعليقكم ونناقشوا فيها. صورة شهر هذا يا وجدي جينا من إقليم شركة تونسية للكهرباء والغاز بقبلي بعد انقطاع التيار الكهربائي في يوم صيفي حار تفوت فيه درجة الحرارة 45 درجة. مواطن من قبلي خير قيلولة تحت المكيف إدارة ستيك بقبلي ولكم التعليق وتركنا لكم التعليق مستمعينا وهي تنقروا شويش كتبتونا على التصويرة هذه. فما شكون رانيا اسمه محمد قيس يعقوب كتب طريقتين مبتكرتين فريدتين من نوعيهما الاحتجاج. أحدهما قطع عنه الماء في منزله فذهب ليستحم في مقر إدارة شركة توزيع استغلال المياه وآخر قطع عنه التيار الكهربائي فذهب لقيلولة كما ذكرنا بإدارة شركة استغلال الكهرباء كما ذكر. رسالتين يقول محمد قيس راقيتين قويتين جدا لمن يعقل ويفهم من المسؤولين الإداريين وخاصة السياسيين. يقول زاد رسالتين وجبة الالتقاط والدرس واستخلاص العبر منهما والبناء عليهما والانطلاق الحالي والفوري في إيجاد الدروس. أليست مقاطعة الانتخابات أو التصويت بورقة بيضاء رسائل للأحزاب والطبقة السياسية لمراجعة سياساتهم؟ هو كان يوجه بهذا نداء للمسؤولين. إذن زاد يقول نختم بالكومنتار متاعه ننكر على المواطن المتضرر من أداء الإدارة والساسة تعبير من غضبه واحتجاجه بطريقة سلمية. شرايك يعني لهنية صبرا نشوفوا العباد وصلت بهم الحالة سيبان يعني مشوا للمؤسسات هذه المسؤولة وحاولوا يحتجوا بطرقهم هم يعني مشوا كما قال لك في المسألة لو العباد قصت عليها المية مشوا للغديكة يعني دوشوا غادي والعباد اللي قصت عليهم الضوء مشوا للإقليم ستيك. يعني هنا نشوفوا قمة في المعاناة وصلت بهم يعني ما عاش لاقيين حل. هو السيد نتصور لخص كل شيء في الكومنتات وفرغ قلبه يعني. والكلام واضح هي طريقة على فكرة بدينا نشوفوا فيها جديدة في تونس تو طريقة الاحتجاج بالطريقة هذه خطر ممكن المواطن جرب الطرق كله متاع الاحتجاج في الاخر قال لك اخويا خليني على الاقل نقضي قضيتي ما لقاش بها وين ما عنديش نمشي للشركة. شوف الطريقة هذه طريقة احتجاج سلمية هي حسب رأيي سلمية يعني من غير معبرة على الأخر على فكرة عندها من غير ما لا تخريب ومن غير ضرر بالضبط هي معبرة أكثر منها طريقة أخرى على خطر البشر تو وصل يطلب في الاحتياجات متاعه هو كما لقيش الاحتياجات هذه في الدار تنقل للشركة غادي وحب ماذا بينا ما غير تخريب بيانسور لكن الاحتياجات هذه ياسر عندها دلالة واضحة يعني. زاد فما سليم الصغير ذكرنا في الكومنتير اسلوب جديد للاحتجاج السلمي دون قطع الطرقات ولا حرق العجلات كما كنا نقوله طريقة وليدة اللحظة تعبر على معاناة المواطن في قبلي من شركة ستيك وعدم تمتعه حتى براحة في فصل الصيف يعني ردة فعل فجئية قص الضوء تعدى ديريكت هو نفس الكلام نتصور يعني حسب رأيي كي البشر قص عليه الضوء في الدار يقول لك أخوي يعني طلبت بالطرق الكل مشيت للمسؤولين تحدثت معهم فما وعود ما فماش استجابات أخوي على الأقل خليني نقيله وخليني نستمتع الفايدة يقيله بالضبط خليني نستمتع سمع برشا كلام وما فماش تطبيق يقول لك خلينا نمشي نشوف المسؤولين هذوما كيفاش يعيشوا كيفنا ولا كيفاش يعني بالضبط هي حتى زيد فما كومنتير من ياسمين تقول من قلب المعاناة عندما يتعدى خذلان شركة تقدم خدمات للمواطن
كل حدود المسموح به دون تقديم اعتذار أو تصريح بخطأ والسعي لإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى لمواطن لم تجد منه الشركة سوى التقدير وخلاص الفواتير في الوقت دون تأخير يذكر في منطقة لو ينصفها سياستها لصنفت منكوبة ولا تمتعت بمجانية الاستهلاك في أشهر رمضان كما ذكرت حينها. فقط يكون الاحتجاج السلمي بطريقة ساخرة لما وصلت إليه الحال هو الحل الوحيد والأوحد. صورة تحكي معاناة تجاوزت كل حدود المقبول. هذه زادة سمعناها بكري في آراء المواطنين واللي هو نتصور موضوع بديهي في قبلي اللي هو التمييز الإيجابي. موضوع هذا كبير ياسر نورمالمون في حسب معناها درجات الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفصل هذا أرأي الدرجات هذه ما تكون كان لازم يكون عندنا تمييز إيجابي أكيد. وهو بما يعني التخفيض في السعر مثال متاع تسعيرة الكهرباء مثال تنقيس من عدد ساعات العمل على خطر نعرفوا اللي في السخانة هذه راهو الموظف ساعات الإعفاية وجدي أصلا يعني يقول لهم حتى نهارين ولا ثلاثة فهك النهارات هذكم كما نشوفوا راهو سخانة في أول جوار وعلى الأخر يعني نشوفوا اليوم الموظف قبلي كأنه من درجة ثالثة يعني ولا أكيد. حال ما فماش تمييز إيجابي لحد شيء اللي عشناه في جوار ما يتعودناش في أوت خاطر نعرفوا اللي شهر أوت درجات الحرارة باش تكون أقوى. كانت هذه أول حلقاتنا من برنامج أمور تهمنا على نفزاوة أف أم. نذكركم مستمعينا اللي برنامجنا يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي الإعلام الجمعيتي وهي مندرة أف أم عليسة أف أم وسيليوم أف أم ودريم أف أم. شكرا على الاستماع والمتابعة وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. تجمو تعودوا تفرجوا في اللايف على صفحة إذاعة نفزة وأف أم ولا على صفحة مبادرة مناظرة. الحلقة القادمة في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة ثالث السبت في شهر أود. وكان تحبوا تعرفوا أكثر على صحافة الشأن العام الموعد مع أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 31 جويلية على صفحة مبادرة مناظرة. مرحبا بكم. شكرا.